السلام ومرحبا بكم الناس كل، انا يسيني ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو بتاعنا باش يكون على انيو لايف رول بلاي السام. اللي ما يعرفش شنو هي اللعبه اللي نلعبوا فيها هي جي تي اي ار بي سان اندرياس. تنجم تلعبها على التليفون ولا على البي سي. اذا تحب تصبها وتدخل معنا تنجم تلقى الفيديو في الديسكريبسيون، والا كيف نجم تجيني انستغرام ولا ديسكورد ونجم نقول لك كيفاش تصبها. ما نحبش نطول عليكم برشا، الفيديو نتاعنا باش يكون صنع نتاع لاند، ومن بعد باش نعملوا عليها جيف ويز باش تفهموا اكثر كي باش تتفرجوا في الفيديو. ما نحبش نطول عليكم برشا، لايك سبسكرايب فولو على الانستغرام اللي تلقاوه في الديسكريبسيون، ويلا تويكا خليكم مع الفيديو. وماذا بيا لو كان تجاوبوا على الاسئله اللي باش نسالهم لكم في اخر الفيديو. تو الاولاد باش نختاروا بلاصه باش نحطوا فيها اللاند نتاعنا. من جمله البلايص انا بصراحه عجبتني البلاصه هذه، قلنا نختاروا البلاصه هونية واللاند هذيا كما قلت لكم باش نعطيوها من بعد جيف ويز. بالطبيعه باش يكون تم شويه بارتيات على اللاند كيما نقولوا احنا، معناها بارت 1 بارت 2 بارت 3 نريقلوا فيها اللاند من ا جوسكا زاد، ومن بعد ما نريقلوها باش نعملوا عليها الديفوي كيما حكينا الساعه. به باش نجي انا تو باش نختار البلايس اللي باش نحطوا فيهم اللاند. به اللاند هذه من المستحسن انه باش نعطيها لشكون بالتليفون، على خاطر اللي عنده تليفون ما عندوش شكون بالبي سي ما ينجمش معناها يعمل ايديت اللاند كيما تعرفوا. به ان شاء الله ان شاء الله تخطف الفازه اللي في مخي. به كونفيرم هونيا، ومن بعد نجي اوكي وكونفيرم هونيا. لاباس ان شاء الله تجي مريقله. به تويكا باش نبداو نريقلو اللاند نتاعنا. انا بصراحه ما نعرفش برشا في ما نفهمش برشا في اللاند معناتها، دونك باش نحاول اني معناها نجيري الموقف. شرينا تويكا اللاند نتاعنا، باش نجيو نعملو سلاش لاند. هكايا عندنا بيلد اوبجيكت ايديت اوبجيكت توجل ليبل سيلول اوبجيكت بيرميشنز. باهي نايس، نورمالمون بيلد اوبجيكت كيما الناس الكل باش تبدا تعمل. باش نفسر لكم تويكا شنو انا نحب نعمل في اللاند بالضبط باش انتم تفهموا معناها شنو في مخي ماشي. باهي نحب نطلع كيما نقولوا احنا سيسين من هنا سيس منا وسيس منا، ونسكرها بالطبيعه على جنب، ونحب في البلاصه هذيا نخرج برشا اوبجيكت هكايا وبعد نطلع سيسين. بالطبيعه صعيبه برشا الفازه، مي باش نحاولوا هكا نحاولوا كيفاش نريقلوها. به اول حاجه باش نختاروا القاعه كيفاش. به عندنا ابلين باثروم بيدروم كاونترز درشني كيتشن تيبلز تشيرز بوسترز فريمز لا ستورج بلان تراش دورز وول. اظهر لي يظهر لي باش نعمل وول ونقلبوا هكايا بالقاعده معناها. به باش نختار وول تتفهم تو البيعه بالرسمي كيفاش بالضبط. به نعملو نيكس خنشوف واش عندنا. وول نختار وول هكا بريس كيما كيما اللي عندنا تو تحتنا. به نيكس به شوف انا نقول باش نختارو الوول هذايا اكثر واحد ينجح. به باش نجيبو تويكا الوول نتاعنا اول حاجه ندوروه. به نعملولو لا 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 اي هكا خير باش تجي. به لحظه برك باهي او صعيبة الولاد. احنا باش نعملو له الديبليكيت هذيك ولا كيفاش. باهي ماهيش مشكلة باش نجيبوه هكا باش نجيبوه هكا نقربو بيه نعملو له هكا نزيدو نجيبو هكا. الأوبجي الأول كملنا منه برجليها صايبة برشا الحكاية. باهي الأوبجي الأول طريقة نزيد نثبتو معاه نورمالمون كي جاوبي نورمالمون نزيد هكا شوية نعوجو هكا ونعوجو هكا. باهي توا أوفيسيالمون الأوبجي الأول اتريقل. باهي باش نعملو إيديت أوبجي 17621 وباش نعملولو ديبليكيت هكايا، ومن بعد باش نجيو نهزو الاوبجي الثاني ونعملو له هكا من غير ما نحركو فيه حتى شيء. باش نعملو له كيما هكا بالضبط ونعملو له سيف. كيما تشوفوا هذه هي الطريقه اللي باش نعتمدوها في البدايه نتاع اللاند نتاعنا. حاجه مزيانه
على الاخر به 17669 ونعملو له كيف كيف ديبليكيت به. بعد برشة تعب تجم تقول تويكا كملنا السطر هذايا كي معناها بون اللاند قعدت تمشي على اليمين على خاطر فارامول السور هذايا معوج مي معلينيش فيه ماهيش مشكلة. تو باش نبداو نخرجوا بال كيما تشوفوا معناها بال الولز هذوما الحيوت هذوما باش نبداو نخرجوا بيهم القدام معناها باش نبداو نقدموا باللاند حتى كشي لين نعملوا كيما نقولوا احنا لازمنا نعملوا هكا خطوة باهية باش بعد نسكروها و بالنصيحة. دونك باش نجيو كالعادة باش نجيو نعملو سلاش لاند كالعادة ايديت اوبجي ونعملو ديبليكيت كيما ديما به 16969 نعملو ديبليكيت اوبجي بعد باش نعملو هكا لا خليوه فرط طول لازم باش نخرجوه برا انا جوست باش نخرجوه هكا كيما تشوفو نهبطوه شوية باش يجي قد ولا اسمعني اذا نجم نفسخو ولا مريقل زعما لا باه اذا نورمالمون مريقل سيف لا باه ابارامو مريقل 2000 years later كيما تشوفوا شباب هذه هي المنظر كيفاش خرج نتاع القاعه اللي استعملناها كيما تشوفوا باش نطلعوا كاين فوق بالباب باش تشوفوا بلاصه بالرسم كبيره باه بعد بطبيعة ما عملنا الأرضية تويكا باش نعملو الوولز نتاع البلاصة معناها السيسان نتاعها باش نجيو كالعادة نعملو سلاش لاند نعملو بيلد اوبجيكت بعد نعملو براوز باي موديل بيدرو مثلا وولز باهي عندنا الوولز شنو هما أنواع الوول اللي باش نستعملوه مبدئيا عندنا الوول هذي مبدئيا عندنا مبدئيا عندنا الوول هذا صحيح ما هوش حاجه واو مي بالرسمي كي نجيو نشوفوا الوولز اللي عندنا باش نلقاوها باش نلقاو معناها من احسن الحوايج اللي نجمو نعملوها مبدئيا عندنا الول هذايا هذي خلبانو شويه تفهمو هكا باه مبدئيا عندنا الول هذايا باهي ماهوش حاجه واو مي بالرسمي الولاد كي نجيو نشوفو احسن باهي كي نجيو نشوفو الولز اللي عندنا باش نلقاوهم بالرسمي كلهم معناها مفماش حاجه هكا المزيانه هكا برشا تصلح مع الحاجه اللي اخترناها احنا ترى نجربو هذايا نشوفوه حتى ذي موش خايف بيه لولاد في الحاجة هذية باش نترك ليلكم الخيار معايا بيه نفسر لكم تو لولاد الحلقة الجاية شنو باش نعملو بيه الحلقة الجاية باش نعملو الساس نتاع البلاصة هذي وعندي ليكم زادة سؤال أول حاجة الساس اللي تحبوا نعملوه شنو تحبوا الكولور نتاعو يكون وسؤال آخر شقولكم لو كان نعملو البلاصة هذية مثلا خمسة من هذوما حكي مربع كما نقولوها الأربع بلايص كما نقولوا البلاصه هذه نعملوا فيها ازهار نعملوا فيها بيسين نعملوا فيها كالفازات ومن بعد من الداخل نعملوا الدار نعملوا معناها كما نقولوها في البلاصه هذيك الكبيره كل الدار ومن هنا نعملوا الجرده والبيسين وشويه فازات ماذا بيا لو كان الناس الكل تكتبوا لنا في الكومنتات شنو الكولور نتاع الدائر نتاع الدار وشنو الكولور نتاع السقف نتاع الدار زاد ماذا بينا لو كان تقولوا لنا وفرد مره قولوا لنا اسكو تحبوا الدار على زوز تيقان والا على تاخ بركه كما قلت لكم تحبوا البلاصه هذه كامله دار والا تحبوا نعملوا على الاول نعملوا فازه كيما الجرده ومن بعد نعملوا الهاوس هذا الكل نحبكم تكتبوه لي في الكومنتات باش الحلقه الجايه نريقلوا كل شيء معناها نكونوا حضرنا 50% ولا 60% من الدار الحلقه الجايه ويلا تويكا نقول لكم تساوش لايك سبسكرايب فولو على الانستغرام اللي مشتركوا في الديسكريبسيون اللي يستحق حاجه نجم يجيني ديسكورد انستغرام ونطولش عليكم اكثر يلا تويكا نقول لكم باي باي الناس